مصر هتفضل طول عمرها بلد الأمن والأمان. بلدنا مش ماشية كده سبهلالة، لا، احنا دولة مؤسسات وحنفضل دولة مؤسسات. وانا مش بقول الكلام ده كلام مرسل كده ولا بطبل الحكومة حاشا لله زي ما بيقولوا عليا، لا، انا بقول كلام مدعم بالأدلة. اها اهو الأدلة اهي. هتقولولي ايه هي الأدلة؟ اقولك انا اهو. أوتوبيس 35 بيروح الحي السادس، عباسية، عين شمس، المؤسسة. أوتوبيس 937 مؤسسة الزكاة، عين شمس، الحلمية، عباسية، عتبة. أوتوبيس 987 أبو وفية، عتبة، منشأة ناصر. هتقولي أمال فين المؤسسة؟ عادي، انزل خد ميكروباص للمؤسسة أو امشي. في عندنا بقى أوتوبيس 678 ده بتاع اختبار الليمونة، يعني ده الهواة التحرش، ده ملناش دعوة بيه. اللي عايز أقوله لحضراتكو، يعني الحكومة عايزينها تعمل إيه تاني أكتر من كده؟ إحنا ما عندناش أكتر من المؤسسات والنظام. عمر ما البلطجة هتحل محل النظام أبدا، والحكومة زي ما أنتوا شايفين بتحارب البلطجة والتزعزع الأمني. في واحد اتقتل في كافيه في مصر الجديدة من يومين، الحكومة عملت إيه؟ لمت شيش وكسرت كافيهات في المهندسين عشان تاخد حق الراجل الغلبان اللي مات. ولسه محدش هيبلطج والحكومة مش ساكتة. معانا اتصال من الأستاذ محسن من المهندسين. أهلا بيك يا أستاذ محسن. مساء الخير يا أستاذ إنش. مساء النور. معلش حضرتك، يعني أنا فاتح كافيه واخد ترخيص المنشأة مطعم عمومي، يعني أكل وكافيه وشيشة. تمام، وبعد كده؟ بيجوا بقى يقولوا لنا فين ترخيص الشيشة؟ نروح نطلع ترخيص الشيشة، يقولوا لنا مفيش ترخيص. طب ليه مفيش؟ طب بتطلبونا ليه نطلعه؟ يقول لك هو كده. هي عافية يعني يا أستاذة؟ إحنا بقى كمان عافية بنشغل الشيشة وبنسلك أمورنا. لا 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 يا أستاذ محسن، مفيش حاجة اسمها عافية، لا. اللي يتعافى على الحكومة بيخسر عافيته، احنا بنحارب البلطجة، وبعدين يعني ايه كسروا الشيش؟ مش حرام؟ ما حضرتك الكافيهات دي مش شغالة برضه ناس، ده أكل عيشه، يعني أنت كده هتخرج بلطجة تاني، يعني الناس في الشوارع تعمل إيه؟ مش هيلاقوا شغل، هيطلعوا يضربوا في الناس. بص بقى، أنا عارف تتعصر يا إنشي، أنت عصر مطبلطية بتاعت الحكومة، وعارف أصلا أنت بتتكلمي باسم الحكومة. ألو؟ ألو؟